بتطلع تطبخ وعاملة نفسها شايف، ده اللي ظاهر للجمهور. لكن اللي تقصده علشان المشاهدات والفلوس حاجة تانية خالص، بعيد كل البعد عن الطبخ. دي اللي يتقال عليها ملكة جمال، ومكانها مش المطبخ بالتأكيد، وهي عارفة كده. البلوجر سارة العراقية خدت سكة مختلفة في محتواها بمبدأ الطريق لقلب الراجل معدته، وما فيهاش حاجة لو كان مع معدته قلبه كمان. قدرت تقلب السوشيال ميديا بفيديوهاتها وحركاتها الجريئة. وقال ايه بتطبخ يا جماعة؟ سارة خطفت قلوب الجمهور وبقت حلم كل راجل. طب والهلوبة ودلع؟ مفيش بعد كده. يا ترى مين سارة العراقية اللي قلبت التيك توك بفيديوهاتها وحركاتها الجريئة؟ ايه قصتها وازاي حققت الشهرة؟ صورة انتشرت ليها على الفيسبوك الساعات اللي فاتت، وقالوا اكيد مش هتعرفوا مين دي عشان واقفة بوشها، مش هتصدق بتعمل ايه. بتدخل المطبخ على سنجة 10 وكأنها رايحة مناسبة مثلا، مبهجة بطريقة خلت البنات تتصدم على عكس العادي. يعني دي داخلة مطبخ، ايه الداعي للبهجة دي كلها؟ بتشغل الكاميرا والموسيقى عشان هي صاحبة مزاج، بتطبخ طبعا ونفسها في الاكل اكيد واضح، اصل الكتاب بيبان من عنوانه. بيتابعها على التيك توك اكتر من 1.5 مليون متابع بسبب اللي بتقدمه ده. سارة العراقية اعتمدت في محتواها على نظرية شوق ولا تدوق، مش بتظهر طول الفيديو للجمهور لان طبعا الاساس عندها المطبخ. ومع ذلك كل اللي يفكر ما يعرفش هي بتطبخ ايه، لدرجة ان حد في الكومنتس عندها قال قبل كده يا جماعة هي كانت بتعمل بيتزا لو محدش خد باله يعني. والحقيقة ان محتواها مش جديد، تقريبا كل المشاهير على السوشيال ميديا بيطبخوا، لكن هي طريقتها غير. بتستعرض رشاقتها وجمالها وبحركاتها بقت قريبة للجمهور. هتقولي وده برضو مش جديد، بلوجرز كتير اتقبض عليهم الفترة اللي فاتت بسبب الافعال والحركات الغير اخلاقية اللي كانوا بيعملوها في فيديوهات على السوشيال ميديا. فاقولك عندك حق وكلنا شفنا ده، بس سارة قدرت تخلي الجمهور يستنى فيديوهاتها وقاعدين في الاكاونت بتاعها. سارة استغلت جسمها وجمالها قدام الكاميرا وخدتها من قصرها وبقت تعمل الفيديوهات دي. واحدة واحدة لقت المشاهدات بالملايين وطبعا الدولارات بالكوم. شغفها بالسوشيال ميديا زاد قوي وتعمقت في المحتوى اكتر واكتر، وبقت تخلع هدومها قدام الكاميرا ده على افتراض انها كانت لابسة. يعني اختيارها للستايل الحقيقي ساعدها كتير مع رشاقتها ورقصها قدام الكاميرا. تقول صافي نار، بس هي كلاسي شوية، بحسها بنت ناس مش شعبية او بنت بلد. لا، وده واضح جدا من حركاتها واختيارها لنوعية الموسيقى اللي بترقص عليها قدام الكاميرا. الحقيقة ان سارة عندها تنوع في المحتوى، ولوكيشن التصوير ما اقتصرش على المطبخ وبس. لا، سارة بتصور من الجيم وهي بتعمل التمارين، زي ما بتعمل الاكل وتدخنكو هتروح الجيم وتخسسكو. ولكن طبعا حركاتها الجريئة في الجيم ما تفرقش كتير عن حركاتها من المطبخ. وعلشان ما تزهقش والجمهور ما يملش، بقت بتخرج اول دور تشوي على الشواية في الهواء، وبرده ملتزمة بمحتواها الجريء، اصل ده مبدأها في الحياة. دخلتها للفيديو مختلفة، مش هتلاقي بداية فيديو زي التاني. مرة تدخل تلعب كورة ولابسة تي شيرت مو صلاح، ومرة وهي بترفع الفاكهة وتنزلها ولا اجدعها شاف، تقطعها للخضار والفاكهة تقول انها محترفة، اما وقفتها قدام البوتاجاز بتقول انها محترفة برده. حتى لما صاحبتها ظهرت معاها في بعض الفيديوهات كانوا بيعملوا نفس الحركات بالظبط ويمكن اكتر كمان. سارة عندها هدف وبتسعى لتحقيقه، وهي عارفاه وكمان كلنا عارفينه، بس عمرنا ما نروح نقول. بس كل اللي الجمهور بيقوله وبيطالب بيه ان الفيديوهات دي تتوقف وسارة تتحاسب، لان في الاول والاخر الهدف من الفيديوهات دي ولا الطبخ ولا الرياضة، الهدف غير اخلاقي وبين جدا من حركاتها الجريئة وتلميحاتها وإيحاءاتها الغير اخلاقية بالمرة. انتوا بقى رأيكوا ايه في اللي بتقدمه البلوجر سارة العراقية؟